اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني النجم الكبير، نجم مصر ونجم النادي الاهلي احمد بلال، احمد اجوال، هداف الاهلي، هداف مصر، زي ما انتم عايزين بقى بتحبوا اللقب بتاعه، لكن في كل الاحوال منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك يا ميد، وحشني جدا. وانت كمان والله وحشني. وبعدين انت بصيف يا عم، انت عندكم في التجمع الجو جو حر. انت وانت ما بتسيبنيش في حالي. ايش عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله رب العالمين، كله يا رب دايما. طمنا عليك كده. الحمد لله كله زي الفل. طمن الجميل عليك. والله الحمد لله ماشي الامور زي الفل الحمد لله. لما بنكون احنا بقى 1 تو 1 لازم اطمن الجميل عليك. اقول لهم احمد دوره كده معايا، الدوره السي والبي والحاجات دي، بس رحت خدت واحده ثانيه كده من الاتحاد، يعني عايز اتعلم شويه، يعني اتعلم العباقره هنا في مصر بيعملوا ايه، المدربين يعني بيشتغلوا ازاي، فلازم الحديث بدايته سخنه. لا ولا سخنه اللهجه كده. انت جاي لي كده في ملعبك. خلاص 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 انت جاي لي في ملعبك، انت مدرب صح، نسيت. بس انا ماليش علاقه بالعباقره، انا مش عبقري. صحيح لسه ما جبتش المرحله. لا خالص، ولا هجيبها ولا اوصل لمرحله العبقريه في التدريب هنا. طب خد دوره فين؟ في دوره كانت بتتعمل كده في هنا في تحت اشراف مجموعه من الاكاديميين، تمام، محمد علي والدكاتره اللي هم بتوع التربيه الرياضيه، دوره عن التدريب، يعني هنا في ازاي بقى اسس التدريب، ويعني حاجات لها علاقه بالتدريب، وازاي تتعامل سيكولوجيا مع اللعيبه، وازاي تبتدي فترات التدريب، حاجات كده يعني ريليتد بالملعب شويه، يعني فاهم قصدي، كمدير فني ازاي بتشتغل في الملعب، ازاي بتحط وحده التدريب، يعني ما الى ذلك. خلي بالك يعني. خلي بالك التدريب موهبه في حد ذاتها. طبعا، يعني مفيش اساسا ثوابت في التمرين، يعني لو اقول لك تعالى في قاعده ثابته اقول له مفيش اساسا، مفيش ثوابت في الحياه اساسا، الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها. فالتدريب كله شغل مدرب، ربنا اداله موهبه، انت بتعمل اللي انت شايفه ان هو يتوافق معاك ومع فرقتك ونجاحاتك وفكرك وملعبك، فالموضوع مختلف خالص عن الدراسات، لكن طبعا لازم يبقى في دراسات. بص انا هقول لك على حاجه، يعني انت وانا طبعا وكل الناس اشتغلنا مع مدربين كتير جدا وبخلاف وجنسات مختلفه، الماني وبرتغالي وبرازيلي وكل حاجه، كل المدربين تقريبا الوحدات التدريبيه قريبه شويه من بعضها، التاكتكس مختلف شويه من مدير فني للتاني، التغييرات مختلفه شويه، طريقه اداره الجيم مختلفه تماما، كل مدير فني بيختلف تماما، وهي دي الحنكه بتاعه، هو دي الفروق الفرديه، يعني النهارده جوارديولا مدرسه مختلفه شويه عن مورينيو، ده مدرسه وده مدرسه ثانيه، ده ناجح وده ناجح، تمام، زين الدين زيدان مدرسة ثالثة مختلفة عن الاثنين، ميكس بيحاول يعمل الميكس بين الاثنين، مدرسة فيها توازن في الدفاع وعنده قوة هجومية ضربة، فان عندك المدارس شوية مختلفة شوية في التدريب، العقول المدربين نفسهم مختلفين. انا بص ضد فكرة ان لما يبقى في منهج تدريبي، تمام، ان كل الناس تشتغل عليه، ضد الفكرة دي، يعني النهاردة في مصر كلها اصبحت قاعدة عامة ثابتة ان كل الناس تلعب 4-2-3-1 او 4-3-2-1، اصبحت قاعدة ثابتة عامة، مع اختلاف اللعيبه، مع اختلاف الامكانيات، برضو كل الناس او كل المدربين بتصر ان هي تلعب بنفس الطريقه دي. بالظبط، ودي حاجه انا الحقيقه انا بستغرب لها الحقيقه، يعني برضو في كره القدم احنا ما تركزش هنا، اسمعني بجد، لو انت عايز تبقى مدرب كويس انت في مصر ما تركزش، لا لازم تشوف الاخطاء فين، ما انت هتلاقي اخطاء وتشتغل عليها، تمام، عشان تغيرها. ما هو انت النهارده بتتعلم من ايه؟ انت ما بتتعلمش من الصح، انت بتتعلم من الغلط، يعني انت النهارده ما بتتعلمش من الحاجه الصح، لان الحاجه الصح دي طبيعه كره، زي واحد مثلا بيكلمني بيقول لي والله يعني في لعيب في المنتخب، بس انا مش معاك في الحته دي، بس هكلم هقول لك، طيب حاجه هقول لك، بس عشان انا هديك المنهج بتاعي وانت في واحد بيقول لي والله العظيم ده اكس من اللعيبه عنده روح عاليه جدا في الكوره، مختلفه تماما عن اللعيبه، فانا عايز اقول له حاجه بسيطه، اقول له السبيريت دي ده الستاندر بتاع الكوره، دي مش حاجه اوفر، مش حاجه مختلفه، الطبيعي جدا يبقى عندك روح في الملعب، اللي مش طبيعي يبقى عندك مهارات عاليه قوي زي ميسي كده مثلا، زي رونالدو، هو ده اللي مش طبيعي في الكوره، انما الطبيعي ما تلاقيش واحد في اوروبا مثلا مع اختلاف الامكانيات اللعيبه وتلاقي واحد ما عندوش روح في الملعب، استحاله، بيعمل تاكلينج ويخبط ويضرب، مش موجود، بص مش موجود اصلا، يعني هم في اوروبا اصلا ما بيتكلموش في الحته دي، مش هنشوف، انت فاهم قصدي، انما هنا في مصر هو ده الاي كلاس بتاع اللعيبه بتاعنا، يعني انت خلاص وصلت بالناس ان اللي عنده سبيريت عاليه هو ده اللعيب رقم واحد، مع ان الكوره مش كده، الكوره اصلا الاستاندرد بتاعتها ممكن يعني في ثلاث دقائق تموته، خلاص تموته كلينيكيا بالنسبه للروح، خلاص مفيش الكلام ده، ده هو ده عادي كره القدم يا ميدو، انما اللي مش عادي انك يبقى عندك مهارات، فاهم قصدي؟ زي بالظبط العادي جدا انك تدافع كويس، اللي مش عادي انك تهاجم كويس،
فاهم قصدي؟ هو ده برضه ده هو ده عايز اوصل لك الحته دي عشان انت قلت انا بختلف معاك، انا بتعلم من انا بقول لك بتعلم الغلط، انت بتقول لي لا هنتعلم الصح. تمام. فالعادي في كره القدم ان انا احط 10 يدافع واطلع بالجيم 1-0 مغلوب 1-0 او متعادل 0-0. لكن اللي مش عادي انك ازاي تهاجم بامكانيات قليله، ازاي يبقى عندك فرقه تقدر تطورها هجوميا بشكل كويس قوي، تشتغل عليها بشكل كويس جدا، ازاي تخلق فرص انك تسجل اهداف، هو ده اللي مش عادي في كره القدم. ازاي تتيح للاعبتك من خلال التاكتكس اللي بتشتغل عليها انك يصنعوا اهداف، هو ده اللي مش عادي في كره القدم. لكن الطبيعي جدا ان انا احط 4-5 ورا، 4-1 ليبرو واثنين في نص ملعب واثنين اللي على الطرف بيرجعوا دفع، وبلعب على كاونتر اتاك طول المباراه وخلاص 3-0 0-1 0. ده مش عادي، ده العادي قصدي، ده الطبيعي، ده السهل. فاهم قصدي؟ تمام. بس هو ده اللي عايز اوصله لك. هو احنا لو فهمنا يعني ايه كوره الدنيا هترتاح جدا معانا. صحيح بجد والله، عندك حق والله. وهي دلوقتي زي ما انت قلت حاجه مهمه جدا، كله 4-2-3-1 بقت موضه. صح. وهم بره الموضوع مش كده خالص، الموضوع هو بيدور على ادوار لكل لعيب بيعمل بيهم طريقه. صح مظبوط. يعني كابتن احمد بلال دوره هيبقى في الملعب كذا وكذا وكذا، ومثلا ميدو دوره في الملعب كذا وكذا، ومعاهم مش عارف مين كذا، فبيعمل طريقه مع الادوار اللي هو مديها للعيب. صح. صح. لكن احنا هنا 4-2-3-1 هنلعب 4 يعني هنلعب 2-4 هي دي بالظبط. لكن ادي زي نماذج التمرين يا كابتن احمد، ادي نموذج تمرين ل 100 مدرب، المدرب المختلف هتلاقيه طلع من نموذج التمرين ده حاجه مختلفه خالص. صح. لكن نموذج واحد، فاهم الموضوع؟ الموضوع كبير، خلي بالك قوي، ومتعه وموهبه موضوع التمرين. تعال ندخل في اجواء النادي الاهلي. الحدث تاجيل مباراه القمه وتداعياتها، شفت حضرتك التعامل والتقدير المتبادل بالنادي الاهلي ومؤسسات الدوله، شفته ازاي؟ شوف الاهلي دائما وابدا بيحترم مؤسسات الدوله وبيحترم الوضع الامني اللي في البلد، تمام؟ يعني احنا مش ضد الاوضاع الامنيه، مش ضد مؤسسات الدوله، بالعكس احنا بنخطو بخطى ثابته وواضحه، تمام؟ قدام الجميع. يعني الموسم الماضي برضو تأجل لنا كام مباراة بسبب ان كان في اوضاع امنية في البلد، والنادي الاهلي على فكرة يعني اول من بي يعني من بيساند ويدعم الموضوع ده، يعني انك النهاردة بقى عندك ظرف امني خلاص، انت خلاص، لان انت وحدة مرتبطة بمصر. بالزبط. على العكس انت كمان، انت من يعني جمهور النادي الاهلي هو يعني الاكثر في مصر بشكل عام، يعني اكثر ناس موجوده في مصر بتشجع النادي الاهلي. اذا انت كتله كبيره جدا بتمثل جزء منها كبير جدا بنسبه 70% او 80% بيمثل الشعب المصري. فبالتالي انت مخلوط جوه مؤسسات الدوله كنادي اهلي، والنادي الاهلي منظومه كبيره جدا بتؤثر على حاجات كثيره جدا في وانا عايز اضيف لكلامك، لان كلامك مهم جدا. النادي الاهلي مؤسسه ومن اكثر المؤسسات اللي بترفع اسم مصر في طبعا اي مكان. طبعا طبعا. النهارده لما تيجي تلعب في افريقيا باسم مصر، لما تيجي تلعب في كاس العالم للانديه باسم مصر، لما تاخد بطوله باسم مصر. النهارده احنا بنتكلم على نموذج محترم اسمه محمد صلاح، ده بيمثل مصر في كل مكان. جميل. منتخب مصر لما تلعب كنا من ضمن ال 32 او الفريق كانوا موجودين، كنا برضو احنا يعني حاجه شرف كبير جدا. جميل. تاخد بالك النادي الاهلي لما بيحصل على بطوله افريقيا بيقولوا النادي الاهلي المصري. بالزبط. مش النادي الاهلي مثلا في بطولات القاريه مع ريال مدريد، النادي الاهلي. هي دي الفكره. بالزبط. الرياضه خد بالك جزء كبير جدا جدا في اعلاء اسماء الشعوب. النهارده الارجنتين، احنا انا اسف يا الارجنتين، البرازيل هي كره القدم. بالظبط. يعني البرازيل فرق يعني مشهوره كدوله مشهوره، او جابت الشهره بتاعتها من كتر ان البرازيل من اكثر الدول اللي في العالم بتاخد بتحصل على كاس العالم. الارجنتين عندهم واحد اسمه مارادونا، تمام؟ فهذه فكره القدم بالعكس ده جزء مهم جدا 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 في كل الدول، يعني منظومه كره القدم مهمه بشكل كبير اقتصاديا وسياسيا واعلاميا وماديا بشكل كبير جدا كره القدم، والنادي الاهلي يمثل جزء كبير جدا من هذه المنظومه في مصر. تمام. فبالتالي كون ان انت يعني المؤسسه بتاعتك تنصغ مع مؤسسه الدوله ده وضع طبيعي، كون النادي الاهلي النهارده يستجيب للاوضاع الامنيه في مصر ده وضع طبيعي، انما الوضع اللي مش طبيعي انك انت النهارده في كره القدم يعني يحاول إن او الناس تحاول ان هي تقلل من 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 قيمه الكبير، هي دي الحاله اللي مش مفهومه بالنسبه لي، تمام؟ انك انت النهارده عايز تتعامل مع النادي الاهلي كنادي عادي. لا خلينا اقف عند حاجه. اتفضل. خلينا اقف عند حاجه وكويس انت يعني قلتها. سؤال صريح جدا وواضح جدا. هل اللي بيتطور على النادي الاهلي او اللي بيحاول يقلل من قيمه النادي الاهلي، هل ده انسان ذو قيمه ولا عديم القيمه؟ انا اقف عند الحته دي. لو ذو قيمه لا انا لازم اخاف حلو واحط ايدي بقى واشوف انا فين.
لكن لو عظيم القيمه انا كلام بسمعه من هنا وبطلعه من هنا. لا شوف هقول لك على حاجه يا ميدو. اتفضل. ما هو انت زي اللي بيقيمك يعني، زي انت كاحمد بلال لما كنت تلعب ما شاء الله اكيد انت كنت تعمل تليفونات تشوف انت فين. صحيح. في ناس انت بتثق في رايها جدا لانهم رايهم صح ليه قيمه عندك. خد بالك وانت بنفسك عارف قيمه نفسك بس، وعارف انت فين بالظبط وفي انهي وضع. بص خد بالك، النظر بقى لا يوجد، بص لا يوجد من هو فوق النادي الاهلي. تاخد بالك، خلينا نتكلم كرويا رياضيا، لا يوجد من هو فوق النادي الاهلي في مصر بشكل عام او ممكن في افريقيا كمان، تمام، ببطولاتك وانجازاتك ونجاحاتك وما الى ذلك. فبالتالي انت ما فيش حد هيقدر ان هو يقلل من قيمتك، عنده قيمه اكبر منك. جميل. فاهم قصدي؟ يعني انت ما عندكش ده، ما فيش ده، مش موجود على الساحه، مش موجود على الساحه اللي هو اكبر من النادي الاهلي، فبالتالي انت هتنصاغ لي. تمام، انا بتكلم رياضيا بشكل عام يعني. تمام. تمام، فبالتالي كل اللي بيحاول ان هو، خد بالك، لو الاول قبل ما اكمل كلامي، لائحيا انت منضبط جدا، تنظيميا انت منضبط جدا، اداريا منضبط جدا، عارف انت بتشتغل ازاي. النادي الاهلي بيشتغل باللوائح والنظم والقوانين، هو بيشتغل على كده، فبالتالي انت ما عندكش مشاكل في الحته دي. بالعكس، انت بتطال، انت دايما حتى في كل المواقف بتاعتك انت دايما بتطلع كسبان، لان انت بتستند للوائح والقوانين، ما بتستندش لحاجه تانية. انت خد بالك، انا عايز اقول لك على حاجه، في بعض من الاوقات انت ممكن بالقوه اللي موجوده عندك انك لا مش هشتغل باللوائح والقوانين، وانا هشتغل في الحته. جميل. تجوز وممكن تحصل وهتكسب، بس انت وهتنتصر، لكن انت بتحاول تحافظ على القيم اللي انت بنيتها طول حياتك. تمام. يعني هو ده الفرق اللي بينك وبين يعني انديه كتير، هو ده اللي بيعلي النادي الاهلي غير رياضيا كمان، هو اللي بيعليه مؤسسيا، ان انت كمان وانت بتتفوق في حته الرياضه كمان بتاخد معايا حته اللوائح والقوانين. انا دايما بقول هاتولي مره واحده النادي الاهلي صدر مشكله لاي حد خالص على الاطلاق. خد لا مع لعيب، خد بالك، لا مع لعيب، انت في قصه كلوباني انت اللي كسبان، تمام، في قصه الاتحاد تاجيل الموسم الماضي انت برضو اللي كسبان، ومع ذلك ودي احنا بنكرر ودي حصلت برضو الفتره دي، انت المره اللي فاتت لما طلب منك امنيا التاجيل انت عجلت سلام على حفاظا برضو على لمصلحه منتخب مصر ولمصلحه الدوله ولمصلحه حاجات كتيره جدا. فانت بتشتغل في الحته دي بشكل محترم جدا، عشان كده انت بتكتسب رقم واحد ثقه واحترام جمهورك. جميل. بتكتسب ثقه واحترام مؤسسات الدوله اللي انت بتتعامل معاها. جميل. عشان كده الاهلي دايما كبير. لكن هرجع للحته اللي انت بتتكلم فيها، التقييم، مين اللي بيقيمك؟ بالزبط. مين اللي بيقيم النادي الاهلي، او مين اللي عايز يقلل من شان النادي الاهلي؟ بالظبط. خد بالك، يعني استحاله تلاقي حد استحاله هنا على يعني في افريقيا بشكل عام. بالزبط. تلاقي في نادي يصل الى مكانه ومرتبه النادي الاهلي عشان يعني يقلل من شانه. خد بالك، احنا يعني انت هنا في المكانه بتاعتك، وانا كواحد لعبت في النادي الاهلي ومشجع للنادي الاهلي لما اكون بلعب في النادي الاهلي، احنا بندافع عن النادي سواء اذا كان غلط او صح، لكن احنا بنقول الصح دايما، احنا تعودنا في الاهلي احنا بنقول الصح حتى لو في غلط. يعني انا في الاستوديو التحليلي وانت يمكن يعني ادارت استوديوهات كتيره، لما بيبقى في خطا بنقول، ما بنقولش لا، يعني ما بنقولش اللعيبه دي كويسه، لا بالعكس، احنا لما بيكون في خطا بنقول في خطا. ومع ذلك احنا اتعلمنا كده وتربينا كده في النادي الاهلي، هو ده السلوك اللي احنا اتربينا عليه. انما يجي حد من بره يقول لك اصل النادي الاهلي، مره بقى يقول لك الحكام، ومره يقول لك مش عارف اصل ايه، مفيش. النهارده الدوله بتتدخل في بعض الاوقات، تمام، واحنا يعني بننسجم او ان احنا بنشارك الدوله في قراراتها حفاظا برضو على امن البلد وحفاظا برضو على مسيرة الرياضة في مصر يعني بشكل عام. جميل قوي، جميل قوي، كلام محترم جدا وكلام عقلاني جدا، يعني كل العقول تستوعب كلامك. لكن انت قلت كلمة مهمة جدا، مفيش حد عاقل يقدر يهاجم النادي الاهلي او يقلل منه. صحيح. خالص. فتعامل الدولة مع النادي الاهلي زي ما انت قلت برضو لازم يبقى فيه انصهار وفيه انسجام، وهو في فعلا كده، لان النادي الاهلي مؤسسة كبيرة جدا، دايما بتحرص على اعلاء الدولة قبل اسمها. صح. هي شخصيا انا قلت من زمان يا كابتن احمد، الاهلي تعدى مرحلة النادي من زمان. اه طبعا، لا تعدى مرحلة، لا مش تعدى مرحلة النادي. يعني بص، لما يبقى انت الجمهور بتاعك بيمثل 60% من 60 70% من الشعب المصري، اذا انت داخل البلد داخلها سياسيا واقتصاديا وامنيا كل حاجه، مش نادي فعلا. كل حاجه يعني، انت بس مش الفكره، انت انصهرت، انت قلت تعبير انصهرت مع الدوله. طبعا. صح. انت خد بالك، انت برضو مش مؤسسه كره قدم فقط لا غير يا ميد، انت النهارده نادي اجتماعي ونادي رياضي بشكل عام، بطولات افريقيا في اليد، في السله، في الطايره، في الكوره، في الالعاب الفرديه بشكل عام، نادي اجتماعي، تمام. انت اصبحت، مش اصبحت، انت طول عمرك بتمثل جزء كبير جدا من الشعب المصري، وده وضع طبيعي. خد بالك، وكل خد بالك، وكل الانديه اللي في العالم اللي لها جماهيريه كبيره كده بالشكل ده
تمام. انت النهارده انت انا اسف يعني انت النهارده يعني تعالى مش اسف ولا حاجه، انت النهارده لما يبقى في مباراه للنادي الاهلي في بطوله افريقيا انت شوف قد انت انزل الشارع المصري، انزل الشارع والمباراه شغال، نهائي افريقيا مش لاقي حد موجود خالص مش لاقي حد في الشارع اطلاقا يعني، فاهم قصدي؟ ليه؟ الناس متابعه ومحبه جدا للنادي الاهلي. اذا انت في بعض الاوقات ممكن تاثر في في في, في في اقتصاديات البلد، ممكن تاثر في السياسه في البلد، ده وضع طبيعي خد بالك يعني، ده مش يعني دي مش حاجه يعني مش حاجه اب نورمال يعني، ده وضع طبيعي انك انت جزء كبير ومهم جدا في الدوله، ده وضع طبيعي خد بالك. الانديه كبيره، انا شايف ان هو من الذكاء والاحترافيه العاليه قوي اللي عمله الدكتور اشرف صبحي. بص هو الامر مش هيتحل غير بالشكل ده، هو الامر ما كانش هيتحل غير بالشكل ده الحقيقه، تمام. وانت كنادي اهلي لما هتدخل مع اتحاد الكوره في مشاكل رياضيه هتكسب المشكله بتاعتك، انت ماشي صح بالظبط، لان احنا اتكلمنا قلنا ان الاهلي عنده لوائح وعنده اسس وعنده قوانين واللائحه كانت موجوده وبيحترم الجميع تمام. مفيش، بص خد بالك انت دايما انت بتكسب، من احنا قلنا احنا بتكسب قوتك من مدى احترامك لنفسك ومدى احترامك للقوانين واللوائح، تمام. النادي الاهلي ما بيبلطكش على حد، النادي الاهلي دايما بيشتغل باللوائح والنظم والقوانين والاسس والمعايير الثابته، تمام، وبتشتغل كمان طبق للوائح اللي بيصدرها اتحاد الكوره. انت مش انت اللي بتحط اللائحه، يعني مش انا اللي بحط لائحه فبتخانق عليها، لا انت اتحاد الكوره اللي بيحط اللائحه، وانا كنادي كبقيه الانديه مع احترامنا لكل الانديه طبعا مع احترامنا للاهلي مختلف شويه، تمام، ولكن انت زيك زي بقيه الانديه بتمشي على اللوائح اللي موجوده. اللي بيحصل ان انت الاتحاد هو اللي بيخالف اللوائح، وانت انك انت تمشي وتحافظ ده بتدي قوه للاتحاد، ده طبيعي. قلنا كده من السنه اللي قبل. بص ميدو، انت مشكله اتحادات الكره في مصر على مدار العصور ليه ضعيفه؟ لان ما بتحافظش على اللوائح اللي موجوده، هي دي المشكله الثابته. انت ما فيش اتحاد في العالم اقوى من اقل من الانديه الا في اعتقد في مصر فقط لا غير، انت الانديه اقوى من الاتحادات، مش عشان الجماهيريه. انت اليوفي، بص جماهيريه اليوفي في العالم كله عامله ازاي، في ايطاليا عامله، ومع ذلك نزل درجه ثانيه. اتحاد قوي لان اتحاد بيشتغل بنظم ولوائح واسس، تمام. اليوفي خالف النظم واللوائح، كانت النتيجه انه نزل درجه ثانيه 6 بونت ونزل درجه ثانيه وغرم، لكن انت هنا للاسف اللي بيخالف اللوائح هم الاتحادات، عشان كده انت دايما في كل المعارك بتاعتك انت اللي بتنتصر، صح تمام. عشان كده الانديه في مصر اقوى من الاتحادات، هي مش اقوى بس بالشعبيه، هي اقوى عشان هي بتحافظ على اللوائح والاسس. تخيل وانت معاك كمان كاتحاد مكان بقى على اتحاد مصري، معاك نادي بيدعمك بحجم النادي الاهلي، بيحافظ على قراراتك بحجم النادي الاهلي وجمهوره، صحيح، وشعبيته، مظبوط. انت عايز ايه اكتر من كده؟ مظبوط، ده انا بقول لك انا بدعم قراراتك، انا بحافظ عليها، انا عايز قراراتك ثابته. كان فتحي نصير قال حاجه جميله جدا في الاستوديو اللي فات، قال يا جماعه انت لو بتنظم دوري صح مش هيبقى عندك مشكله، لو بتطبق فعلا الاسس والمعايير اللي موجوده في الاتحادات الاوروبيه، تمام، في كل الدول الاوروبيه مش هيبقى عندك مشكله، صح. لكن للاسف انت بتفاجئ بالموقف، مفيش حاجه اسمها وانا بنظم بطوله ميدو اتفاجئ، تمام. انا ما بعملش دوره رمضانيه، فاهم قصدي؟ عشان اتفاجئ مين صعد ومين ما صعدش، وفجاه طب مين هنبقى هنحسبها بالبوينتس ولا هنحسبها بالاهداف؟ لا تتفاجئ بساعات مش بايام مثلا، بالظبط، فاهم قصدي؟ انت بيبقى عندك مفاجآت، ما ينفعش وانت بتنظم بطوله اعتاد الاتحاد انه ينظمها ان يبقى عندك مفاجاه فيها، يبقى عندك حاجه خارج الحسابات بتاعتك، استحاله مش موجوده، فاهم؟ فهو ده، هي دي المشاكل دايما لازم عشان كده انا بقول لك ايه، احنا مش بنتعلم من الصح، انا بتعلم الاخطاء. المفترض ان في اخطاء كتيره جدا فاتت، الاتحاد اللي موجود في الوقت الحالي كلهم اخواتنا وكلهم اصحابنا وكلهم حبايبنا وكل حاجه، لكن لما يبقى في حاجه ضد النادي الاهلي وبتسيء احنا لازم نوقف، وده طبيعي يعني، لما تبقى في حاجه ضد النادي الاهلي يبقى لازم كلنا نوقف يعني، وده الدور بتاعنا. احنا مش هنساند الاتحاد ضد مصلحه النادي الاهلي، تمام، هنساند الاهلي ضد مصلحه ضد اي حد، ولكن احنا واحنا بنساند الاهلي بنسانده في الصح مش في الغلط، لان الاهلي دايما في المصلحه العامه، بالظبط، ده طبيعي في المصلحه العامه، صح. يعني قبل، انا قلت قبل ما النادي الاهلي بيطالب بمصلحته هو بيطالب بالمصلحه العامه. احنا السنه اللي فاتت لما حصلت الازمه الاهلي كان بيقول يا جماعه احنا بنطالب بان كل الانديه تاخد حقها مش الاهلي فقط لا غير، بالظبط، وكان معاك سموحه وكان معاك المقاولين وكان معاك الاتحاد وكان معاك كل يعني تقريبا 90% من الانديه كانوا مع بيان النادي الاهلي الموسم الماضي، ومع ذلك لما تدخلت الدوله كان قرار النادي الاهلي ان احنا مؤسسه تنتمي الى مصر، فاحنا عايزين الصالح العام للدوله. اكيد. وهكذا، ولعبنا وتاجل لعبنا بعد البطوله وخدنا الدوري العام وكانت الامور ماشيه زي الفل. اكيد. وكان قرار صائب التاجيل السنه اللي فاتت. اكيد. خليني اقول لك، تاجيل الدوري وتوقفه
هو انا سلبيا يعني اكيد مش هيأثر على قلبي السلب، لان الاهلي متعود على كل الظروف. لكن انت ليك رأي تاني؟ بص، انت بتبقى في حاجه يعني انت بتوصل لها مرحله كبيره يعني من الانسجام، مرحله كبيره من اللياقه البدنيه، مرحله كبيره من الفنيات، مرحله كبيره من التطور. لما بتوصل للمرحله دي ما بتبقاش عايز الدوري يتأجل. يعني انت خلاص، انت الماتشات اللي فاتت كلها المدير الفني خلاص قرا اللعيبه، اللعيبه بقى عندها ثقه عاليه جدا. بكلمك على المدير الفني تحديدا، لان طبعا انا بكلمك على فرقه الاهلي بس. لو اللعيبه وصلت لمرحله عاليه جدا يا ميدو، يعني البيك عارف بتاعتهم، يعني خلاص انت وصلت لاعلى مرحله بالنسبه لك، تمام. فبالتالي كون انك تاجل وتلعب بعد شهر لسه كمان، دي خد بالك يعني انا ما بحبهاش، ولا ممكن المدير الفني يحبها، ولا كمان اللعيبه تحبها. اللعيبه دايما طول ما انت بتكسب عايز تبقى دايما موجود في الملعب، عايز تبقى دايما شغال، عايز تبقى دايما تلعب الماتشات، عايز كل الماتشات تبقى ورا بعض على طول، عشان انت في حاله كبيره جدا. حته انك الحته دي بانك تقعد شهر من غير ماتشات او تلعب ماتشات وديه، اكيد اقل امكانيات، وخاصه ان انت بعديها تروح على بطوله افريقيا، دي ممكن تكون تؤثر بالسلب نوعا ما. يعني هو في اللامنطقيه اللي بيعمله فايلر، ان احنا نقول من اول ثلاث مباريات ان احنا وصلنا للتوب فورم بتاعنا، ده لا منطقي، ولا انت عندك راي تاني؟ انا معاك طبعا. فازاي الراجل ده وصلنا ان احنا نقول كده؟ شوف هقول لك على حاجه، هو سؤال مش ما كانش مطروح، بس انت اللي خليتني اقول. بص هقول لك على حاجه، واضح ان الراجل ده يعني اثناء فتره التعاقد يعني اشتغل على دراسه لعيبه النادي الاهلي بشكل كويس. مش الوقت قليل يا احمد؟ الوقت قليل جدا جدا كمان، لكن في مدرب يا ميدو بيعرف فرقه كويس ويقرا بسهوله. هو خد بالك، هو الفرق بين المدرب والتاني مش انك بتنزل تدرب اللعيبه، ما اي حد، انا ممكن ادرب وانت هو ممكن يدرب، وممكن يجيب واحد، انا اسف يعني، ممكن واحد ما لعبش كوره خالص بس خد دوره تدريبيه يعرف يدرب وينزل عادي جدا، ده الامر عادي. لكن انك انت النهارده تعرف تشتغل فنيا على اللعيبه، تمام، وانك انت تقدر تقراهم كويس وتعرف امكانيات اللعيبه وتقدر توظفها كويس داخل الملعب، بالزبط. هو ده الفرق بين المدير الفني والتاني، فاهم قصدي؟ مدرب صغير في السن قريب من اللعيبه، ودي حاجه مهمه جدا. خد بالك انك انت المدرب لما يبقى صغير في السن شويه يبقى قريب من اللعيبه قوي، دي ما بتحصلش مع المدربين الكبار كتير. ممكن مدرب كبير يقرا اللعيبه بشكل كويس ويبقى قريب منهم، دي حسب شخصيه المدرب، لكن في الاغلب المدير الفني الصغير في السن بيقدر يوصل للعيبه بسرعه. حته انه يتنرفز بسرعه ما بتبقاش موجوده، حته ان هو يبقى في بينه وبين اللعيب مشكله ما بتبقاش موجوده، فاهم؟ عكس المدربين الكبار، ساعات المدربين الكبار، خد بالك المدارس برضو مختلفه شويه ميد، المدربين الكبار احيانا بيبقى في بينهم وبين بعض اللعيبه مشاكل كبيره، فاهم؟ هو انا شايف انت برضو بتحكم على مصر، بس ماشي، ما احنا بنتكلم في دوري مصر، خد بالك انت النادي الاهلي في مصر، تمام، فاهمني؟ هنحطه بقى يلعب في اوروبا عشان فاهم. انت بتتكلم في مصر، اللي احنا شفناه ده بصراحه حاجه مبهره من المدير الفني، الشكل الفني النادي. طبعا طبعا، اللعيبه النهارده خد بالك، اللعيبه واضح كمان من تغييرات اللعيبه واللعيبه اللي قاعده بره، الرياكشنات بتاعتهم واضح ان اللعيبه مش زعلانه، واضح ان المدير الفني بيتكلم مع اللعيبه. خد بالك حته ان برده حته الروتيشن اللي بيعملها ما بين اللعيبه وبعضها، تمام، مخليه كل واحد عنده الحافز انه يلعب، مش مخليه اللعيبه بتفكر تفكير سلبي، مش مخليه اللعيبه بره بدماغها. انت في بعض المدربين يكتفي ب 11 وثلاثه واثنين كمان عليهم، وكل بعد كده يبقى بره 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 التيم، فدي تخلي ان اللعيبه بتخرج كتير قوي، فتيجي تستعين بيه ما تلاقيهوش في الملعب، ده مش موجود مع لعيبه النادي. المنظر ده نرجع كده برجاوي بس للمنظر، الوقفه اللي كان موقفها فايلر للعيبه وبيشرحها كده، تحس شغل جوارديولا قوي قوي. لو ترجع برجاوي، لو تجيب اللقطه، يلا وقفات، اصل انا من العاشقين لجوارديولا، دايما بص الوقفه دي، دايما الوقفه دي تاكتكس، بيشتغل بيعمل اللعيبه كلها حواليه شايف ادي ايوه ايوه، ده شغل تاكتكس، ده بيشتغل طبعا تحفيز. بيحفظ اللعيبه. طيب سؤالي بقى ليك، سؤالي ليك، الوقت في مصلحه فايلر مش ضده؟ شوف هقول لك على حاجه، يعني اذا كان وصل بالنادي الاهلي في ثلاث ماتشات او اربع ماتشات ان هو يعمل سبب رعب حتى لينا احنا كاهلاويه، احنا بقينا مرعوبين من اداء النادي الاهلي، مش لناس ثانيه عشان الناس ما تفهمش غلط. في احنا منبهرين مش مرعوبين، احنا منبهرين. انا كمان لا، انا كمان عارف اللي هو ايه، من انت مرعوب من الشكل العام. ما شاء الله تمركزات جديده على اللعيبه، رمضان صبحي بقى دلوقتي كل تفكيره ازاي يجيب جول بالمنطق يا احمد وبالشغل. طبعا. فاذا كنت انا عملت كده في ثلاث شهور، فانا عايز وقت كمان احفظ بقى قوي اللي انا عايزه، يعني دي وجهه نظر. لا بص، خد بالك انا هقول لك على حاجه، ان في مدرب في وقت صغير زي ما احنا قلنا كده فايلر، قدر ان هو
يعرف امكانيات اللعيبه اللي موجوده قدامه وازاي يطور منها. يعني احنا كان مشكله رمضان صبحي انه دايما بيلعب على طرف الملعب بالظبط، ما بيخشش جوه في احترافه حتى بره في اوروبا بالظبط. النهارده بقى رمضان صبحي بيشتغل شغل رقم 9 سترايكر، بقى بيقطع لجوه كمان بالزبط. مش بس انه بيكمل في الهجمه، لا ده كمان في التحركات بتاعته. الجول اللي بصاها اللي عملها لحسين الشحات، اه لحسين الشحات تمام، الكره اللي قطع بعرض الملعب ورقص الجون ووقف وعملها، دي قطعت واحد او تحرك لعيب سترايكر بالزبط. مش تحرك لعيب بيلعب على وينج على وينج او بيلعب وينج تمام. فالنهارده هو قدر يطور ويغير من امكانيات اللعيبه اللي موجوده في الملعب، وده شيء يحسب للمدير الفني. النهارده ازاي استفيد من اللعيبه اللي موجوده؟ انت عندك خلاص 30 لعيب موجودين، فبتحاول بقدر الامكان انك تكتشف في كل لعيب اللي ما قدرش اللعيب يكتشفه. فالنهارده انت بتكتشف في رمضان صبحي، بتكتشف في اجاييه انه ممكن يكون المان تارجت بتاعك بشكل مختلف شويه، باسلوب وطريقه مختلفه. النهارده اجاييه من اللعيبه النهارده ليها بصمه كبيره جدا في كل المباريات اللي لعبها. النهارده بيلعب هو لعيب رقم 9، لكن هو بيلعب 9 وبيلعب 10 في نفس التوقيت، فاهم قصدي؟ فالنهارده قدرت كمان انك تخرج حسين الشحات من الحاله اللي هو كان عليها النهارده، يعني عشان مدير فني يجي. برضه بمناسبه كلامك، كان كلام مع رمضان برضه، يعني اكيد انا باكد على كلامك، يعني ان هو دايما بيحفظ حتى في قبل التمرين. اه طبعا بص، هو حتى كمان يعني رياكشن رمضان، هو مبسوط كمان، هو عارف يعني مبسوط بطريقه الحوار، فاهم قصدي؟ وهو خد بالك، هو ده هو ده هو ده الفكر اللي احنا عايزينه. اه طبعا هو ده الفكر اللي احنا عايزينه، انك كمان بتشرح للعيب واللعيب مبسوط وسعيد وعايز يادي وعايز يتالق. هو مين في الملعب مش عايز يسجل اهداف؟ يطور مستواه بالظبط. لا رقم واحد مين مش عايز يسجل اهداف؟ كل اللعيبه هتسجل اهداف، الجول عايز يطلع، لكن ازاي هتقدر تسجل بالظبط؟ لازم يعني استفيد من المدير الفني، استفيد من الامكانيات بتاعته، استفيد من رؤيته، استفيد من الفكر بتاعه. اكيد هو بره الملعب شايف حاجات مش موجوده في الملعب، فبالتالي لما قدرت تشتغل على الاربعه اللي قدام. احنا كانت مشكلتنا الفترات اللي فاتت مش مشكله دفاعيه بس، احنا كانت مشكله في الهجوميه، ان انت مش قادر تسجل اهداف. يعني دايما بتسجل هدف وتضيع 3 4، تسجل هدف وتضيع 5 6، في بعض الاوقات ما بتقدرش تسجل برغم ان انت بتروح للجول. تعرف السبب كان ايه؟ انا عارف انت دماغك ما شاء الله، في السبب في قله الاهداف كان ايه؟ التحركات اللي في الحته اللي قدام. اللي هي هقول لك على حاجه، انت دايما مشكله الاهلي مع لاسارتي او مع المدرب اللي قبليه، انك انت دايما الاثنين الوينج ثابتين، انت بتشتغل بس على المان تارجت. ومع ذلك خد بالك يا مين، شفت انا بسالك وعارف انت هتقول ايه. هو ده، انا اقول لك على حاجه، مع ذلك عندك بتشتغل على المان تارجت بالظبط، على 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 ازارو بس، خد بالك على مروان بس، مش بتشتغل على كل على الثلاثه اللي موجودين قدام. ده اللي عمله فاير. ومع ذلك انت كان اعتمادك كله على الـ على الـ على الكروسات. يعني انا النهارده عشان العب على الكروسات لازم يبقى عندي اثنين سترايكر في الملعب. هو ده اللي كان بيشتغل عليه لاسارتي. خلصت الموضوع ده بس ماشي. لا خلص من زمان. ده اللي كان بيشتغل عليه لاسارتي. يعني لازم عندي كثافه عدديه مش اثنين بس. ما انا بقول لك يعني لازم تشتغل باثنين. تمام. اقل حاجه او ثلاثه. تمام. سترايكر الثاني والثالث وواحد من تحتيهم. انت كنت بتشتغل ازاي؟ بتلعب على 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 اطراف الملعب وما عندكش غير لعيب واحد جوه ال 18، فبالتالي ما بتستفدش بكل الكرات العرضيه اللي بتشتغل عليها، ما بتستفدش بدخول اللعيبه داخل البوكس. النهارده بقى حسين الشحات، اجايي، رمضان صبحي، الثلاثه دايما موجودين في البوكس، فبالتالي بقى اصبح عندك الكثافه العاديه، فما عندكش مشكله انك تسجل اهداف في اي وقت، سواء اذا كان كره عرضيه او ثرو باس او شوطه او 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 مراوغه واحد ضد واحد او اي حاجه من دي. النهارده بعيد لعيبه النادي الاهلي الثلاثه بقى اصبحوا مهاجمين، الثلاثه بقوا سترايكرز، الثلاثه سترايكرز داخل الملعب، وبتسيب بتدي فرصه للاثنين بتوع طرف الملعب ان هم يشتغلوا الكروسات العرضيه. تمام. فبالتالي بقيت مخيف داخل ال 18. صح. انما الاول الاثنين الوينج بتوعك هم فاتحين ملعب اساسا، هم دول اللي بيشتغلوا العرضيات. وما كانش حد موجود في ال 18. عمرو السوليه كنا دايما بنشد في بعض الاحيان انه بيكمل في ال 18، لكن مش هو ده الاساس. مش الاساس ان اللعيب رقم 6 او رقم 8 هو اللي يسجل لي هدف، لا، الاساس بالنسبه لي طالما بلعب 4-2-3-1 ان الاربعه اللي موجودين قدام هم دول يسجلوا اهداف، سواء كان رقم 9 او 10 او 11. صح. هم دول يسجلوا. فبالتالي هو فايلر عمل كده، اشتغل على الحته دي، خلى حسين الشحات، خلى رمضان صبحي. النهارده حسين الشحات جاب كام هدف؟ تقريبا 7 اهداف او 9 اهداف النهارده. رمضان صبحي 3 مباريات في 3 اهداف في الدوري العام، اجاي بيسجل في الدوري العام. اصبحت الثلاثه اللي موجودين، الاربعه اللي موجودين قدام هم دول اللي بيسجلوا، وده الطبيعي في كره القدم. صح. انما زمان كنت بتشتغل على ايه؟ زمان كنت عايز رقم 9 هو اللي يسجل، والاثنين اللي على الطرف ما لهمش دور. النهارده بص خد بالك، مانشستر سيتي بيلعب بنفس الطريقه، رحيم ستيرلينج بيسجل اهداف، رياض محرز لو بيلعب بيسجل اهداف، دي بروين من تحت بيسجل اهداف، اجويرو هو الهداف بتاع الفرقه.
برشلونه نفس الموضوع، هو الفرقه الكبيره بتشتغل كده. هو ده اللعب. الاربعه اللي موجودين اهداف لازم يسجلوا، مفيش حاجه اسمها انا بلعب على المان تارجت رقم 9 واللي يسجل والثلاثه التانيين لا، ده مش طبيعي في كره القدم في الطريقه دي. تمام، علشان كده بقول لك هو كمان عمل معادله حلوه قوي وصعبه قوي ما كناش بنشوفها في النادي الاهلي صراحه. يعني انت بتهاجم بكثافه عدديه وبتدافع بنفس الكثافه وان كترت كمان. شوف انت عشان بقى عندك دلوقتي محور ارتكاز، تمام، حمدي فتحي هو ده المحور ارتكاز بتاعك، هو ده اللي بيشتغل عرضي وفي بعض الاوقات بيبقى له دور. بص فايلر عامل حاجه مهمه جدا يا ميدو، خليني اقولها. دايما في كره القدم واحنا بنشتغل، انت النهارده انت مدرب انا عارف تقريبا، يعني مش انت مدرب صح؟ شغال مدرب. عامل حاجه مهمه جدا، انت دايما في كره القدم انت بتقسم، بتدي كل لعيب على حسب البوزيشن بتاعه، بتدي برسنتج هجومي ودفاعي، تمام، بتشتغل على الحته دي. انا النهارده مثلا الوينج انا عندي 80% هجوم و20% دفاع، تمام، الفيرود لا 90% هجوم و10% دفاع، كذلك نص ملعب 50 50، تمام، لا في واحد بقى بيبقى فيهم 40 و60، 40 دفاع و60 هجوم كده. النهارده انت قسمت الحته دي، هي تكلفات زي ما احنا اتفقنا بالظبط، هي تكلفات انا بقسمها بس تمام. يعني نسب، يعني خليت النهارده السوليه يكمل في الحته الهجوميه او يشتغل بنسبه 60% هجوم و40% دفاع، وخليت العكس حمدي فتحي يشتغل 40 يعني 60% دفاع و40% هجوم، تمام، اديت مهام مختلفه شويه. المهام المختلفه حسب ما انت شايف الكواليتي بتاعت اللعيب بالظبط وامكانياته بالظبط. المهام المختلفه خلت عندك في تنوع في الاداء داخل الملعب، تنوع هجومي ودفاعي. النهارده حمدي فتحي هو اللي بيعمل الكفرنج على كل اللعيبه الخمسه اللي موجودين في الناحيه القدام، عمرو السوليه هو اللي بيكمل، اصبح عمرو السوليه النهارده في بعض من الاوقات هو اللعيب، هو البلاي ميكر للنادي الاهلي في بعض الاوقات، يعني بيلعب في بعض الاوقات بتلاقيه جنب مجدي قفشه في بعض الاوقات، وهي دي المهام الزياده اللي اكتشفها المدير الفني. لازم ليه؟ عشان تشتغل كمان في حته الضغط لازم يبقى عندك دايما خمسه موجودين في الحته اللي قدام وبيغطي عليهم حمدي فتحي، واربعه موجودين في الحته الدفاعيه. فعشان كده دايما احنا شايفين كثافه عدديه للنادي الاهلي، شايفين خمسه بيكملوا في الناحيه الهجوميه وبيعملوا حته الضغط قدام وبيكمل وراهم حمدي فتحي، سواء اذا كان من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال. يعني دايما حمدي فتحي في كتير من الماتشات لو انت متابع مش هتلاقيه بيلعب في نص ملعب، هتلاقيه دايما يا واخد حته يا مرحل يمين يا مرحل شمال على حسب الهجمه موجوده في اي حته. السوليه هو اللي موجود في حته النص، في حته النص، لانه دايما عنده مهام هجوميه غير حمدي فتحي، تمام. فعشان كده دايما لعيبه النادي الاهلي دايما خمسه في الهجوم، انت شايف كثافه عدديه دايما في الحته الهجوميه. كمان في الحته الدفاعيه اللعب بيتغير، يعني المثلث بيبقى عامل كده، اللعيبه بتبقى عامله كده في الحته الدفاعيه، بينزل حسين الشحات يكمل لحد نص الملعب، كله في عمق الملعب، بينزل رمضان صبحي بيكمل لنص الملعب بالاضافه للاثنين الموجودين والسليه وحمدي فتحي، زود سرعه الارتداد بسرعه، خد بالك عمل سرعه ارتداد زادت قوي مع النادي الاهلي. انت مشكلتك الفتره اللي فاتت ان رمضان صبحي كان بيرجع لحد ال 18 طول المباراه، انت بتهاجم 90 متر وبتدافع 90 متر، ده صعب جدا على اي فرقه، صعب جدا، وما كانش عندك فرصه انك تشتغل كاونتر اتاك. النهارده النادي الاهلي برغم ان هو فرقه هجوميه بس بيعمل حته الكاونتر اتاك بشكل مميز جدا، لان خلاص انت ما بقتش محتاج ان رمضان صبحي يرجع يدافع طول المباراه 90 متر رايح جاي، ولا الشحات يشتغل ويلعب 90 متر، لانك انت ابتديت تعمل حته الضغط من الحته الاماميه بالظبط، من الحته اللي قدام بتشتغل عليها من الحته اللي قدام، فما بتديش فرصه ان لعيبتك يفضلوا طول المباراه انك ترجع وتطلع ترجع، لانك انت النهارده هتخلص من الدقيقه 60، ده وضع طبيعي، مفيش فرقه في العالم بتشتغل 90 متر رايح جاي طول المباراه، استحاله. اللي عمله فايلر ان خلى النادي الاهلي دايما في عمليه ضغط الحته اللي قدام، عمليه ضغط عايز يستخلص الكوره من الحته دي بالزبط. لو الكوره عدت فالنهارده عندك خمسه في الحته الدفاعيه تمام. يقدروا يستخلصوا الكوره بسهوله من اي فرقه تمام. وده اللي عملته في كل المباريات اللي فاتت. عشان كده كنا بنشوف ايه، النادي الاهلي نفسه موجود حاضر دايما، النادي الاهلي في الحته الهجوميه دايما موجود، ما عندوش ازمه، ما عندوش مشكله في الحته دي، لانك دايما عندك كثافه عدديه في الحته اللي قدام، مش محتاج الاثنين الوينجين بتوعك، الاثنين الوينجرز بتوعك ان هم يدافعوا ويرجعوا لحد ال 18، او في بعض الاوقات ممكن تحتاج حد فيهم في بعض الاوقات، وده وضع طبيعي. النهارده لما علي معلول بيزود قوي ممكن رمضان صبحي يرجع هو سنه، بس ما بتحصلش كتير قوي، بتحصل بس بالاتفاق، ما بتحصلش كمان بالاتفاق عشان انت عندك اثنين من تحت بتفنش كويس قوي،
صح. فالكره مش هتروح منك صح. فيضطر علي معلول يخبط مشوار مع رمضان يخبط بتفنش كويس قوي او بترجع تحتفظ بالكره تاني. الكثافه الهجوميه كمان بتعمل كمان مشاكل الفرقه. لا خد بالك قدامك طبعا انت لما يكون عندك زياده عدديه تقدر تباصي تقدر تعمل ثرو مش هيعملوا عليك مش هيزيدوا عليك كتير بالظبط ما عندكش مشكله في الحته دي. صح صح كلام. شوف انا بحب اتكلم معاك في الكوره ازاي ربنا يخليك. ما تشوفش انت بتتكلم في الكوره يا رب تبقى مدرب جامد والله أنا؟ يعني احاول كده يعني. لا مش يعني لو اعتقد ان انت لو اشتغلت في الموضوع تبقى مدرب جامد والله احاول اشتغل. بس خلي بالك في ناس بتتكلم في الكوره كويس قوي وفي الملعب مش كويس وفي ناس بيتكلموا في الكوره كويس قوي بيبقوا مدربين رائعين. شوف هقول لك على حاجه. هي بص هي افكار وكيفيه تنفيذها بالظبط. يعني انا مقتنع بحاجتين في الكوره جدا يا مين. انا مقتنع طول ما انت عندك لياقه بدنيه كويسه قوي كلاعيبه هاي لازم وطول ما انت عندك فكر بتقدر تحفظ اللعيب عليه. انا عايز اقول لك على حاجه بس يمكن الناس بتتفرج على الدوري الانجليزي ومنبهره بيه. يعني الدوري الانجليزي لو 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 بصيت لكل الفرق هتلاقي اللعيبه التالنتد 20 لعيب في كل الدوري في العالم كله. انا ده الباقي لعيبه بتحفظ يعني صح لعيبه عندها لياقه بدنيه لعيبه بتحفظ بتحفظ تاكتكس فاهم قصدي. مش كل اللعيبه موهوبه. النهارده اتفرج على كريستال بالاس هتلاقي فاز 2 لعيبه بالكتير قوي زها مثلا والاسترايكر الثاني فاهم قصدي. اتفرج مثلا على ويلفرهامبتون هتلاقي مثلا 2 لعيبه او لعيب هو اللي عنده مهاره فزه فاهم يعني. والباقي كله لعيبه بتحفظ بتجري في الملعب بتنفس. انا مش عايز اقول مانشستر سيتي عشان مع الناس هتقول لي ايه ده مانشستر سيتي برده ما فيهاش التالنت الكواليتي في الحته اللي قدام الكواليتي العاليه في الحته اللي قدام. لعيبه هي الفكره كلها ازاي المدير الفني يوصل للعيب طريقه اللعب والفكر بتاعه وازاي اللعيب يبقى عنده القدرات والامكانيات البدنيه انه يقدر ينفذ. انا النهارده اديني فرقه عندها لياقه بدنيه عاليه جدا واعمل لك منها فرقه تيم كبير وتيم محترم. الموهبه بتفرق طبعا. اللعيب اللي عنده مهاره بتفرق لان المهاره زائد اللياقه البدنيه يوصلك في حته ثانيه مختلفه. النهارده ميسي بلياقته البدنيه دي وكريستيانو واصلين لحته ثانيه مختلفه تماما. لكن مش كل اللعيبه في العالم. يعني النهارده احنا بنتكلم على ميسي وكريستيانو من 10 سنين فاتوا مفيش حد ثاني مفيش حد على الساحه زيهم. وهي دي كره القدم يا ميدي. النهارده مش كل اللعيبه هيبقى عندها مهاره مش كل اللعيبه هيبقى هداف بدرجه جيد جدا. لا في لعيب انت بتحفظه وفي لعيب بتعلمه وفي لعيب بتقريه وفي لعيب بتخليه يشتغل في الملعب. هي كده كره كده. يعني احنا عندنا مثال واقعي الاهلي هي نفس اللعيبه اللي كانت مع الاسارتي هي اللعيبه اللي اتغيرت شفناهم مختلفين صح. فدايما بدي العذر للعيبه صح. برافو عليك طبعا طبعا. مدير فني بيعمل كل يعني مدير فني 80% من اداء اللعيبه داخل الملعب. ما النهارده اهو زي ما انت قلت واديت مثال حي ومثال حي جدا ورائع انك مع لاسارتي باداء ومع فايلر يعني الجماهير عايزه ثلاث ارباع الفرقه تمشي دلوقتي. بالظبط ثلاث ارباع الفرقه يقول لك احنا يعني بنموت في كل اللعبة. طبعا الفرقه اتغيرت. انت داخل انا اسف انت داخل من مباراه اهلي والزمالك ومفيش اهلاوي مقتنع 100% انك هتكسب خالص. النهارده بتقول يعني انت داخل مباراه 3-2 اللي احنا كسبناها انت يعني قاعد حاطط ايدك على قلبك شويه لان انت اللي عشته قبل كده مع لاسارتي بيقول كده بيقول ان المباراه صعبه علينا صح. النهارده انت زعلان ان المباراه اتاجلت يعني صح. الحالة اتقلب بشكل في شهر تقريبا صح. يعني مش اكتر من كده. وبقى عندك قناعه صح. اعتقد ان قناعتك بالمدير الفني او اجتماع الجماهير على المدير الفني ككل من النوادر صح. دي طبيعي من النوادر طبيعي لان خد بالك هو المدير الفني دايما بادائه بفكره بامكانيات اللعيبه بمدى قدره تنفيذ اللعيبه على المهام اللي بيطلبها المدير الفني. ما انا ممكن النهارده انا وانت نشتغل اثنين مدربين لنفس الفرقه انا بقدر احفظ واوصل للعيبه انا عايز ايه وانت ما بتقدرش. شخصيه مدرب صح. وهي دي امكانيات وفكر. خد بالك انا النهارده انت بتعمل تغيير يهد الفرقه او يغير للجانب السلبي صح. انا ممكن اعمل كده. انت ممكن تعمل تغيير يغير للجانب الايجابي. كل واحد على حسب رؤيته في الملعب. انا ممكن اصبر على لعيب في الملعب لوقت محدد انت ما تصبرش عليه. هي خد بالك ما هي دي مدى قدره المدير الفني على معرفه امكانيات اللعيبه وتاثيره على ادائهم في الملعب. هي دي الفكره صح. ان انا ازاي انا كمدير فني ازاي اكتشف اللعيبه اللي موجوده معايا في الملعب. النهارده المدير الفني الوحيد اللي قدر يطور من اداء رمضان صبحي في الملعب اداؤه الهجومي. المدير الفني النهارده اللي قدر يشتغل على حسين الشحات ويخلي يفكر بشكل ايجابي مش سلبي ويشيل الضغوط من عليه. ودي الحته السيكولوجيه اللي احنا بنتكلم عليها انك مش بس بتتعامل فنيا انت برضو في حته سيكولوجيه بتشتغل عليها للعيب. النهارده الشحات يعني عنده ضغوط كبيره جدا وكان عنده ضغوط واستمرت الضغوط لاوقات كتيره جدا الموسم الماضي كلها ضغوط. النهارده قدرت انك تخرجه من الضغوط دي تشيل الضغوط اللي موجوده عليه وده برضو شغل يعني نفسي
المدير الفني بيشتغل عليه. يعني المدير الفني حته، المدير الفني مش مطلوب انه ينزل يعمل تمرين، ما بيعملش تدريب. انت عندك يعني جهاز بالكامل بيقدر يعمل التدريبات اللي انت اللي انت عايزها برضه، لكن انت بتنزلش ارض الملعب تشتغل تدريبات، فاهم؟ انت بس بتشتغل الحته بتاعت التاكتكس، بتشتغل الحته بتاعت الكوتشنج، يعني اهداف التدريب صح، ده وضع طبيعي، هو ده اللي بتشتغل عليه صح. وبتركز في الجيمز. انت عندك النهارده الهيد كوتش بيشتغل على امكانيات الفرقه بتاعته وقدراتها، وبيشتغل على امكانيات الخصم ومدى المميزات اللي عنده والعيوب الموجوده فيه، ازاي يقدر ان هو يوقف المميزات بتاعه الخصم، وازاي ان هو يقدر يشتغل على العيوب اللي موجوده. انت ماشي مش بس تشتغل على فرقتك، اه الاهلي طور عنده، لكن كمان في فرقه تانية، في خصم تاني انت بتشتغل عليه، بتشتغل على المميزات بتاعته ازاي توقفها، وعلى العيوب بتاعته ازاي تستغلها. وهو ده، دي القدرات والموجوده، ده الذكاء بتاع المدير الفني. فالنهارده فايلر بامكانياته قدر ان هو يطور الاهلي، يشتغل يطور المميزات، يتلاشى العيوب، وكل فرقه بتلعبها انت بتلعب بتكتيك مختلف بشكل مختلف خالص. تمام. الفرق الكبيره هي، بس اختلف معاك في حته بس صغيره، الفرق الكبيره هي دايما اللي بيبقى ليها ستايل ثابت وشكل ثابت. اه ما انت لعبت الزمالك باختلاف فرقه كبيره. انا بتكلم على الاهلي، ما اقصدش باختلاف باختلاف المنافس بقى اللي هتلعبه، يعني باختلاف قوته. انت قصدك انك انت اللي بتفرد بالظبط، هو يعمل حسابه الاداء بتاعك. بس في بعض الاوقات لما بتلعب فرقه كبيره، لما لعبت الزمالك اشتغلت على الحته اللي عندهم، على الحته الدفاعيه، ان هم عندهم مشاكل في الحته الدفاعيه، ما بيعرفش يحضر بشكل كويس، فبالتالي لما ضغطت عليه من نص ملعبه ما اديتوش الفرصه انه يشتغل، انه يوصل الكره بسهوله لنص ملعب، لان الزمالك مميز في نص ملعبه ومميز في الحته الاماميه، فخليت كل لاعب الزمالك كرات طويله، هو ده اللي كنت بتدور عليه، وقدرت توصل للحته دي واشتغلت عليه، عشان كده سجلت الثلاث اهداف، يمكن هدفين في الشوط الاول وهدف في الشوط الثاني. بالظبط بالظبط. هو محمد محمود انت عارف ان هو اتصاب النهارده؟ انا ما اعرفش عنده ايه. انا عرفت ان هو راح يعمل هو شك. يعني اللي بيتقال او الجهاز الفني يعني قال ان هو هيعرض هو يعني رباط صليبي تاني؟ في الركبه الثانيه، اشتباه في رباط صليبي في رجله في رجلي الشمال للاسف. ويعرضوا الاشعه الدكتور احمد عبد العزيز بكره ان شاء الله للتاكيد يعني. راح ربنا يشفيه ويعافيه. الحمد لله على كل حاجه. إصابة صعبة بس هو لسه صغير. متهيألي الرباط الصليبي دلوقتي يعني بيتعافوا منه تاني، حتى لو في الركبتين، وفي لعيبة لعبت عندها رباط صليبي في الركبتين. أنا جالي رباط صليبي عادي. بالظبط. جالي وأنا صغير برضه. وما شاء الله كنت نجم كبير يعني، فمش عايزين الموضوع ده يحبطنا إحنا الجماهير يعني قبل ما يحبط محمد. ولا يحبط. لازم إحنا نصدر لمحمد محمود. خد بالك ولا يحبطه. زي ما إحنا بنتعامل. بالظبط. زي ما إحنا بنتعامل. إن إحنا دايماً نرفع من روح لعيبتنا المعنوية، والحمد لله كل حاجة خير. لسه لعيب صغير يا بلال. طبعاً. لسه. إحنا بس اتحرمنا منه، بس هنتحرم منه شوية كمان. بس أنا شايف إن هي دي الجزئية اللي مزعلانا. هو لعيب عنده إمكانيات كبيرة، ولعيب أنا شايفه من اللعيبة البروميسنج يعني. تمام. وان هو يقدر ان شاء الله يتعافى من القصه دي، هي فوبيا الصليبي بس هي اللي موجوده عندنا، لكن بره الامور سهله وبسيطه، اربع شهور بينزل يلعب. بالظبط. فان شاء الله يرجع بسلامه الله ان شاء الله يعني. يا رب يا رب. لان هو لعيب عنده امكانيات كبيره الحقيقه. شايف من الذكاء ان انا لما اكون ماسك مكان بديره ان انا اعاند اللي تحتي، او ان انا اعاند المنظومه بتاعتي، ولا ان انا احاول اسايس اموري واحاول التقي بالموضوع كله؟ لا، انا لو لما تكون ماسك بوزيشن كبير انت بتشتغل بالنظام المتفق عليه. الموضوع ليس له علاقه بالعند على الاطلاق. مش كده؟ انت هتعاند ليه؟ ايه الفكره يعني؟ ما انا عشان كده بقول لك من الذكاء. مفيش فكره انك تعاند اذا كنت عايز تتكلم في العموم يعني، بس تعمل شو يعني. عايز تعمل شو بس. بالظبط. هو ده الفكره من العند. لكن انت عندك نظم بتشتغل عليها، عندك لوائح بتشتغل عليها، عندك اسس ومبادئ وقيم بتشتغل عليها، كل الحاجات دي انت بتشتغل عليها. فمن من الطبيعي جدا ان مفيش عند يعني، ما في هتصدر العند لمين؟ او لمصلحه مين؟ مش لمصلحه حد الا اذا كان انت بتشتغل على عايز تعمل شو بس للناس كلها. حلوة يعني. حلوة. خلاف كده انت مفيش حاجه يعني مفيش حاجه يعني تصدرها للناس غير كده يعني، مفيش حاجه عايز تبعت مسج للناس غير هي المسج دي، ان انت عايز تعمل شو فقط لا غير يعني. تمام. تعالى نتكلم عن المنتخب شويه لان وقتنا جري جدا. تمام. شرطة القياده احمد فتحي محمد صلاح، شايف الموضوع ازاي؟ هو مين اللي اتكلم في الموضوع؟ والله هو يعني المصار ان الكابتن حسام البدري عايز يدي شرطة القياده لمحمد صلاح. طب واحمد يعني فتحي رفض ده المثار يعني. بص انا هقول لك على حاجه، من امتى المدير الفني بيتدخل في هذه القصص الاداريه؟ يعني منذ متى والمدير الفني له راي في هذا الامر؟ من امتى؟ هل انت في اوروبا المدير الفني بيجي يختار الكابتن صح؟
تمام في اوروبا. لكن انت مفيش الكلام ده هنا لا في الانديه ولا في المنتخبات الاقدميه خالص. هي ما خلينا ماشيين الكلام ده. بص اتفضل. الكلام ده حصل معانا شخصيا في الاهلي. انا حصل معايا الكلام ما جه شادي مشي من نادي فانا اللي عليا الدور. فعارف احمد حسن مش كبير مش عارف ايه وكان برضه مع كابتن حسام بدر تمام. ورحت قعدت معايا قلت له يا كابتن حسام انا سمعت كذا كذا كذا. قال هما ناس بتتكلم وبتاع لكن قلت له مفيش حاجه اسمها ناس بتتكلم. في حاجه اسمها احنا هنا في الاهلي بالادميه معروف الناس بتتكلم دي تتكلم في الشارع لكن هنا في الاهلي عندنا نظام تمام وعندنا حاجه اسمها دور حلو. الا لو في يعني حاجه غير اخلاقيه مثلا بتعيب فيا فده كلام بقى ايه. مفيش الكلام ده في النادي الاهلي فاهم قصدي بالظبط. فقال لي لا ده كان كلام وبتاع والناس قالت وخلاص الموضوع منتهي. قلت له هو الموضوع منتهي من قبل ما ابتدي يعني فاهم قصدي؟ تمام. قلت له الموضوع منتهي من قبل ما ابتدي هو القصه فكرة. انت فاهم؟ انا فاهم كويس. فعشان برضو ايه فهو الراجل صراحه بعديها طلع قال لي يا جماعه مفيش كلام مفيش حوارات في الكلام. انت عارف طبعا ايه كل واحد بنفسه يبقى يعني شرط الاهلي او القياده تبقى كابتن في النادي الاهلي دي يعني يعني حاجه كبيره جدا يعني فاهم قصدي. فكل واحد بيبقى نفسه يعني يبقى هو ايه بالظبط واكيد منتخب بس فرص. نفسه دي بخلاف يعني لا يعني ما تضرش حد وفي قواعد ما تتجاوزش القواعد القواعد بالزبط. والنظام اللي بتمشي عليها الانديه والمنتخبات فاهم قصدي. يعني انا كان بعديه اسامه حسني هو اللي كان بعديه وبعديه هكذا يعني فاهم. وبعديه حسام غالي لما رجع من السفر. هي دي النظم اللي بتمشي عليها. شرط الخلاف ان ما ينفعش تيجي تقول ايه انا هداني محمد صلاح انا شايف كده عشان نراضيه يعني. هل محمد صلاح هي. ممكن يقبل بوضع زي كده؟ اللعيب يقبل زي ما هو عايز تمام. لا انا بتكلم على شخصيه محمد صلاح نفسه ممكن. بص انا هقول لك على حاجه يا ميدو. انا النهارده لما تيجي تقول لي انت هتبقى كابتن الفرقه لك حاضر ماشي تمام ماشي حاضر خلاص انت كابتن الفرقه ده قرار فاهم قصدي. انا خدت قرار لكن انت ازاي تاخد القرار هي دي الفكره. انت كمنتخب ازاي تاخد القرار. محمد صلاح السوبر ستار بتاع مصر وبتاع ليفربول ومن احسن لاعب في العالم وده كل ده فوق دماغه وده حاجه شرف يعني لينا كلنا تمام. وحاجه وراجل بيمثل مصر وحاجه جميله جدا. لكن هل الكلام ده يعني انت عملت يعني بعد ما محمد صلاح اعتزل هترجعها الأدمية تاني ولا هتدور على سوبر ستار تاني؟ المفروض يبقى عندك قواعد. انا بسال سؤال عليها. انا بسال سؤال. انت لما محمد صلاح يعتزل تمام وما عندكش حد زي محمد صلاح تاني هترجعها للأدمية ولا هتبتدي تختار بقى مين السوبر ستار يا جماعه اللي موجود دلوقتي في انجلترا؟ طب ما قبل محمد صلاح كان برضو في سوبر ستارز ما كانوش بنفس طبعا الحجم ولكن كان في لعيبه. ما هو كل واحد هيبقى النهارده البيك بتاع تريزيجيه هتدي له هو شاره القياده؟ لا مش هتمشي الكلام ده في بلد زي مصر طالما انت ما اعتدتش انك تعمل كده وانت مشترك الامر للمدير الفني من البدايه ان هو اللي يختار فلازم تمشي برضو بالنمط ده لازم تمشي بالشكل ده فاهم. عشان هتعمل بعد كده مشاكل يعني فاهم قصدي. يعني هتعمل مشاكل كبيره لان انت ما عندكش للاسف اللي يكمل مسيره محمد صلاح. ما عندكش مش موجود بالشخصيه والقياده لو عندك اوكي اهلا وسهلا اديله كمل بقى في الحته دي اشتغل على الحته دي. كل ما يبقى عندك سوبر ستار وواحد عنده شخصيه لا اديله انا مع انا يا سيدي مع الحته دي تمام. لكن انت مش ما عندكش ومش هيبقى عندك بعد كده. ربنا يكرم ويبقى عندك 3 و4 و10 و20 لكن الواضح ان الخريطه ما بتقولش كده فاهم. فما ينفعش تيجي تقول ايه النهارده يا جماعه عشان نراضي محمد صلاح اديله شرط الكابتن. ايه عشان نرضي لو هو يستحق اديله انما عشان نرضيه دي ما دي بص ما خد بالك هو ده انا بصراحه مستغرب لها. هو ده التخبط اللي بيحصل يعني تراضي اديله يا عم. هو محمد صلاح ما اعتقدش ان هو يعني بالعقليه دي. انا اعتقد محمد مش شخصيه محترمه وجميله وحد كويس وما اعتقدش ان هو ممكن يقبل حاجه زي كده. بص يا ميدو يقبل ده موضوع تاني يعني تعالى عشان دي يعني مش عارف يا عم مش هو يقبل مش عايز اتكلم مش عايز يقبل دي حاجه لا تعيبه فاهمني لا تعيبه ان هو يقبل. لكن اللي يعيب اللي اتخذ القرار اللي بيتكلم في الموضوع هو ده اللي يعيبه. وبص وبقت دلوقتي ترند صلاح كابتن منتخب مصر والراجل احمد فتحي ولا التاني محمدي ولا فلان الفلاني يا جماعه اللي بقى لهم 60 سنه والموضوع ماشي في مصر كده يعني ماشي بالترتيب دول ايه يعني ايه علاقتهم يعني ايه علاقتهم هم جم في زمن ان محمد صلاح هو السوبر ستار هم هي دي مشكله هي دي الازمه بتاعتهم؟ لا طبعا. فلو كان كابتن حسام هيعمل كده يبقى هو مخطئ.
مخطئ بكل المقاييس. لو هو ده قراره ما اعتقدش انه قرار، لو قرار اتحاد الكوره يبقى مخطئين بكل المقاييس. ما هو انت بص انت بتعمل ازمه من لا ازمه، انت اللي بتبوظ، بعمل ازمه من انت اللي بتبوظ المنظومه. تمام، انت اللي بتعمل، انت اللي بتخلق الازمات. انت عايز تخلص مش كده؟ صح، عايز تخلص خالص. لا انت، انا مبسوط بصراحه، هو وقتنا خلص بس انا يعني مستمتع. انت عارف انا بستمتع بالكلام معاك في الكوره. اه اللي ربك من اكرمك يا مين. ربنا يخليك يا رب، وان شاء الله يكون ليك مستقبل جامد في التدريب. ربنا يخليك يا رب. تسلم يا ربنا يخليك. نورت وشرفت كابتن احمد، ودايما متالق ودايما كده بسعد بلقائك وبستفيد بصراحه من كلامك في الكوره. تسلم يا ربنا يكرمك. انا سعيد بيك دايما ان شاء الله، ودايما متالق يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك. دي كانت نهايه فقرتنا مع النجم الكبير احمد بلال، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. اشوفكم بكره على الف خير ومع الف سلامه.